السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير، احوالكم ان شاء الله بخير ونهاركم مبروك ان شاء الله. في هذا الفيديو ان شاء الله جبت لكم واحد التطبيق رائع جدا للناس اللي كيعانوا في بطء في الهاتف، ثقل الهاتف، تطبيقات فيها مشاكل. هذا التطبيق فيه مميزات بزاف، انه كي يصلح التطبيقات وكيوري لك التطبيقات اللي في المضره عدة مزايا. نمشيو للتطبيق، ما تنساش تبارطاجي مع اصحابك وتشارك في القناه باش يوصلك كل جديد على بركه الله. نمشيو للتطبيق. كما قلنا لكم هذا هو التطبيق سيستيم دو ريباراسيون اندرويد، ما كيطلبش شي ميموار كبيره، في 11 ميجا بايت وشي مليون واحد حملو. غادي نتيليشارجيو هذا التطبيق ومن بعد غادي نديرو اوفرير. هذه هي واجهة التطبيق، كيدير لك التنظيف ديال الهاتف، تحسين الهاتف ايضا، اصلاح العميق ديال الهاتف، كذلك توفير الطاقة ديال البطارية، بانه غادي يسد لك التطبيقات اللي ما عندهم شي اهمية، وحتى المعالج على حسب الحرارة، وتنظيف الذاكرة التخزين، حتى كارت ميمور كدير لها الفحص. غادي تجي لهذا سميتو هذا الفحص، غادي دير له الفحص، غادي يدير لك جميع اي حاجه في الهاتف، غادي يدير لك الفحص ديالها، وغادي يوري لك التطبيقات اللي مضره يمكن تحيدهم من بعد. كما كتشوفوا كيدير كما كتشوفوا البرامج الضاره، بحال هذا البرنامج يمكن تحيدو انه فيه شي حاجه ماشي هي هذيك، هاد التطبيقات اللي ما مزيانينش تحيدهم. كما تشوف ها التطبيقات هذا محفوظ من المخاطر ايضا، شي تطبيق التطبيقات الامنه راه مباينين. وكذلك كتمشي لهذا التنظيف، غادي ينظف لك الهاتف من 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 الصور المكرره والفيديوهات المكرره واي حاجه مكرره دوبله غادي يحيدها، وحتى الملفات المؤقتة والملفات غير الصالحة كيحيد كل شيء باش يولي الهاتف أي حاجة مضبلة كيحيدها. وهذا الإصلاح عميق هو إصلاح الهاتف شامل، أي حاجة موجودة فيه، أي تطبيق، أي سميتو كيدير ليها المعالجة، النظام ديال الأندرويد، إصلاح نظام الملفات، حتى الملفات إلا كاينين دوبلين، الذاكرة العشوائية، حتى الذاكرة العشوائية هي الكارت ميموار الى كاينه فيه حتى هي كدير لها اصلاح. كما كتشوفوا هذا التطبيق ضروري يكون عندك في الهاتف ديالك باش تصلح المشاكل ديال التطبيقات، ملفات مدوبلة، التصاور مدوبلين، فيديوهات. كما كتشوف راه كيدير دابا الاصلاح ديال الاندرويد، اي حاجة يبقى ماشي هي هذيك كيدير لها الاصلاح، كتخلي حتى يكمل هاد لي زيتاب كلهم. هكا غادي دير الاصلاح للهاتف ديالك بلا ما تفورماتيه، بلا ما دير له اي حاجه، بلا ما يمشي لك المعلومات ديالك. هكا نحيدو مجموعه من المشاكل في الهاتف. نتمنى يعجبكم الفيديو والتطبيق، الى عجبك الفيديو والتطبيق ما تنساش تبارطاجي مع اصحابك ودير جيم وتشجعنا باش نوصلوا في هذا المجال ان شاء الله، الى عجبك المحتوى ديالنا. وتحيه للجميع، نخليه حتى يكمل لي زيتاب ديالو كما كتشوفوا. هذا التطبيق رائع، شحال من حاجه كتسميتو كي يصلحها بهذه الطريقه، عوض ما تفورماتي الهاتف باش يمشي لك كل شيء، بهذه الطريقه غادي تصلح المشاكل ويرجع الهاتف خفيف وظريف. ما نعرف صافي هادشي ديري. ما تمشيش. لا.
كما كتشوفوا هو كمل عطانا اصلاح عميق ديال الهاتف كما كتشوفوا. كذلك مبرد وحدة المعالجة كي يبرد لك هذاك المعالج ديال الهاتف باش يكون ما يكونش الحرارة طالعة. نتمنى يعجبكم الفيديو. هذه المزايا اي حاجة بغيتي ديرها في هذا التطبيق موجودة، اصلاح الجميع الهاتف